الو، انا اسمي مانويل غالي، نيك نيم مانو. انا عندي 36 سنه. في تسجيل هذا الفيديو احنا بنسجل في اخر 10 ايام شهر سبتمبر 2020. انا كنت عملت حادثه عربيه عند سن 19 سنه و5 شهور تقريبا. كنت في سنه تانية كليه، في كليه هندسه شعبه ميكانيكا في جامعه امريكيه بالقاهره. ترتب عن حادثتي طبعا هو شهر رباعي تام، انا على رقبه لاكل الاطراف. التكنيكال تيرم عند ليفل C4 وC5، فهي partial cut يعني قطع جزئي في النقاع الشوكي. يترتب عنها ان انا مقدرش اتحرك خالص غير بس راسي يمين وشمال وفوق وتحت، بس مفيش اي motor movement يعني حركة يدوية او اي حركة في جسمي من عند الرقبة لحد اخر اطراف الرجل. بعد حادثتي وبعد ما قعدت في المستشفيات بالظبط حوالي سنة ونص، قعدت فترة طويلة منهم ما بقدرش أتكلم. بعد ما عرفت أتكلم تاني، في دكتور زائر من بريطانيا كان جاب لي فويس بروجرام أقدر أتعامل بيه مع الكمبيوتر ببصمة الصوت، هو ككيبورد وماوس في نفس الوقت. اللي حصل إن الدكتور ده شاف إن عندي شعلة جوايا إن it's not used، غير مستخدمة، وأنا كنت متمرد على الحالة وعايز أعمل أكتر من كده. فهو قال لي كان بيحاول، هو بيشتغل في مستشفى في انجلترا، اللوجو بتاعهم هي finding ability in disability يعني وجود القدرة في عدم القدرة الجسدية، وقال لي كنت شاطر فيها قبل حادثتك، قلت له في الكمبيوتر، فجاب لي البرنامج ده اللي اقدر اشغل بيه الكمبيوتر وبصمة الصوت والكيبورد والماوس. من خلال هذا البروجرام واستخدمته في اول يناير 2006، قدرت ان انا ارجع. كلمت الجامعه تاني، جامعتي احنا كل واحد مسجل برقم، قالوا لي طبعا انا ما اقدرش ارجع تاني في هندسه علشان المعامل والورش اللي عندنا، لكن هما جيت واي بينهم وبين جامعات تانية في امريكا في سيرتيفيكتس محدده في الانفورميشن تكنولوجي وفي المانجمنت. فاخدت شهاده من في المانجمنت بطريق عن المنظمه اسمها American Management Association، وخلصتها في ابريل 2006. بعدين كلمت مدرستي تاني اللي انا كنت فيها، كاير امريكان كوليدج في المعادي، دي كانت امريكان هاي سكول، والكونسلر بتاعي هناك ده قدر هو يتواصل مع جامعه في امريكا بحيث ان انا اكمل تعليمي مره اخرى بشهاده جامعيه. فدخلت حاجه اسمها University of Phoenix في فينيكس اريزونا في امريكا، ودرست معاهم الاسوشيت اوف ارتس اند بزنس، واتخرجت معاهم في سنة 2008. وبعدين في 2009 دخلت الباتشلر اوف ساينس ان مانجمنت برضه مع يونيفرستي اوف فينيكس، واتخرجت منها في 2017 في يوم عيد ميلادي، اكشلي كانت الشهادة خرجت. وبعد اتخرجت بأونرز، وبعد ما اخدت الباتشلر اوف ساينس ان مانجمنت دخلت عملت حاجة اسمها ماستر دبلوما في مانج كونسلنج وفاميلي ثيرابي. وبعد ما خلصتها السنة دي 2020 ابريل 2020 ابتديت، ومعايا دلوقتي عملت كورس تاني في mental health coaching، والcredentials اللي I have so far هي board certified master mental health coach في ال mental health counseling. The whole idea من حياتي ومن هذا الفيديو ان في حياة اي انسان في صعاب، وتقريبا في حياتي انا في صعاب اكتر من ناس كتيرة جدا ممكن تكون بتتفرج عليا. انا غير اني ممكن اكون مصاب بشهر رباعي، لكن عندي مشاكل يومية لا تعد ولا تحصى، مش بس مشاكل صحية، مشاكل مع وجود طاقم طبي يقدر يساعدني بسهولة، وجود خدمة معاونة تقدر تساعدني انا اللي هم اسمهم مساعدين تمريض، يقدروا هم يخلهم بالهم من حالتي ويرعوني طول الوقت. دي من ضمن الصعاب الكتير قوي اللي بتقابلني في كل يوم، بس الفرق ان انا ما ببصش على الداون سايد، ما ببصش على النيجاتيفيتيز، ما ببصش اشوف انا ما عنديش ايه، بس بشوف انا عندي ايه اللي هو نص الكوبايه المليان، مش ببص على نص الكوبايه الفاضي. انا ببص على نص الكوبايه الفاضي انا بشوف الكوبايه كلها فاضيه، لكن انا ببص على نص الكوبايه المليان انا بشوف الكوبايه بتاعتي كلها مليانه. وده الفرق لما ببص اشوف الشمس، ولا ببص تحت رجلي واشوف بس التراب والطينه. وده الاختيار الانسان هو اللي بيحدده مع نفسه، ومنه بيغير منهج حياته عليه.
صحيح، ممكن اي حد يشوفني ما يعرفنيش يقول ما القدرة اللي عند هذا الانسان او ده ممكن يعمل ايه، بس finding the ability in disability لما ارادة الانسان تقدر ان تصنع المستحيل. Thank you. مرسي.